حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش عملوا اغاني في الفتره اللي فاتت كسرت الدنيا. هل صعب دلوقتي منافستهم؟ لا، هو صعب انك تقارنيه بيهم حقيقة، مش عشان جوزي بس. كوجود قصدي. والله لو مين جه قدامه، مع احترامي للجميع، هو حالة ما بتتكررش كتير، وانا واحدة بشتغل بقالي 20 سنة. بقول له انت اللي عملت المهرجانات. مش بس عمل، مش بس هو طور من المهرجان كتير، وخلى المهرجان له قيمة، خلى الناس تبتدي تبص له بمنظور تاني، انه ابتدى يعمل فيه مواضيع ويقول كلام ليها لازمه وينصح ويوجه الشباب في ما حته قالش معينه حاجة فيها حاجة خارجة قبل خالص. كده ولا فهو لا، هو محمد بصراحه، لا هو اللي سماه جنرال، هو برافو يعني، اسم على مسمى. لا بجد، هو راجل بصراحه بتحبيه قوي؟ بحبه اكتر من اي حاجه في الدنيا. مش معقول يعني. هو لا بجد بص والله، الحمقى الرهيبة. ايوه بتحمق عليه جدا، ما بحبش حد يجي ناحيته بجد خالص. بحس حاسة مامته اكتر. مش مشكله، مامته بقى وبنته، اي حاجه قولوا اي حاجه، بس ما بحبش حد يجي ناحيته. بتحبيه قوي؟ فهو ما ينفعش بجد، بيحبك هو كمان كده؟ لو ما كانش بيحبني اكيد نفس درجه الحب دي ما كنتش هبقى بحبه نفس الدرجه دي. دي هتعيط. لا بجد والله، فهو ما ينفعش يقارن بحد، انا بزعل عليه قوي، ما ينفعش يقارن. انت هتعيطي ليه؟ طب بتزعلي هو لا ايه؟ لا، بتزعلي عليه عشان ايه؟ عشان حصل له ايه؟ عشان هو طيب قوي، وطول عمره بيتخان من الناس اللي حواليه، ويعني دايما بيحط صعب ثقته، عليكي؟ دايما بيحط ثقته في ناس ما تستاهلش الثقة صعب عليكي؟ جدا جدا يعني. يعني انا يمكن الموضوع لما حصل له بقى مشكلة الجيش، وبعد كده الضرائب، يعني دي كلها خبطات 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 ورا بعض. ورا بعض، اللي هو بصي ما بيلحقش يفوق. فانا نفسي بقى يعني بس هو ربنا يعوضه ربنا خير يعني وعد اللي بيصبره يعني. طبعا، وهو يستاهل بجد. فعشان كده بصي، مع احترامي ليهم كلهم اللي في المجال ده، كلهم حبايبنا، وهو محبوب ما شاء الله عليه يعني. عمرك لا وانتي جدعة مع الناس اللي ما تعرفيهمش. جد يعني، بص فلما حد بينتقد زميلة ليكي مثلا، وبتبقي عارفة انها غلطانه، يعني لو قلنا مثلا ان انت فكرك اكيد مثلا في اللبس او كده مختلف عن رانيا يوسف مثلا، او لما بتلاقي ناس بتنتقدها مثلا بتتضايقي ولا بيبقى عادي، ولا بتشوفي ان ليهم حق، لا ولا بيبقى تعليق، ملكيش دعوه؟ ما بيبقاش ليا دعوة. هقول لك ليه. في حاجات معينة أنا بشوفها إن كل واحد حر في تفكيره، أنا مش هفرض عليكي وجهة نظري، ومش هفرض عليكي فكري، أنت حرة تمام، زي ما أنت أكيد شايفاني أنا حرة. فأنا خلي بالك، أنا رانيا يوسف لما عرفت إن هي، أنا كنت عمري برضو ما قابلتها في حياتي خالص، لما عرفت إن هي جاية كنت مقلقة جدا، لاني اكيد سطحيه زي الناس، وفاكراها بقى يعني دي بصي هتورينا الويل في اللوكيشن. طيبة أوي، لقيت شخص طيبة طيب أوي. جدا جدا لدرجه لا هي البلاهه طيبة أوي، بتتكسف يعني كده. بجد. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا من يومين شفت الانترفيو اللي اتورطت فيه ده، هي لو واحده يعني يعني عندها سرعه بديهه وذكيه بقى زي ما بيقولوا، كانت ردت هما ردود مش تانية عارفين خالص. ان زي رانيا وزي شيرين وزي كده هما هما الناس فاكرينها ان هي بقى بيدلدقوا. ايه، بكحه بقى ردت عملت كده. لا هي دي والله العظيم صدقوني مش لا شخصيتها، هي هي مش، شخص طيب جدا وهلهلي، لا وانا هي متاكد اتسألت سؤال ورد يعني ردت رد سؤال غريب على بصراحة، فكره، انا شايفاه رد سؤال ساذج غريب بصراحة. يعني. هو يعني انا لو مكانها وواحد سالني كده هقول له لا ما تسالش، ستوب، ما تسالش سؤال زي، ستوب، وكنت رفعت له لو واحد حاجبي. سألني كده بقول ايه؟ بالظبط يعني. لكن هي عيني، هي اتكسفت. في اللالا لاند بجد.